بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة من المفارقات في مسيرة عاشوراء أن الإمام الحسين قد أخذ جميع أفراد أسرته معه في مواجهة، هو يعلم بأنها سوف تنتهي هذه النهاية الدرامية التراجيدية المأساوية. سؤال مهم طرح قديما حتى في حياة الإمام، عندما جاء له البعض يطلب منه إذا كان مصرا للمواجهة فليترك عائلته وأسرته ونسائه إلى جانب ويذهب لوحده أو مع بضعة من المناصري للمواجهة والقتال وليستشهدوا إذا ما رغبوا بذلك، فلم تكن الفكرة وليدة اليوم. اليوم البعض يثير هذه الفكرة أيضا، عندما أراد الإمام الحسين المواجهة والخروج على الحكم الظالم والفاسد، لماذا أصر على أخذ تمام عائلته؟ ينبغي لنا النظر إلى الأهداف لكي نفهم السياق الذي تمت فيه القضية واتخذ من أجلها الإمام قرارا بأخذ جميع أفراد أسرته، في تقديرنا بأن الإمام الحسين يريد أن يضع خطا فارزا فاصلا في الأمة، أن المواجهة تستهدف من قبل النظام المتسلط بيت الرسالة، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم في جبهة والآخرون في جبهة أخرى، وأن المستهدف هي الرسالة الإسلامية وليس شخص الإمام. فلم تكن القضية شخصية بين الإمام الحسين اعترض على حاكم وكفى، وإنما هي قضية تتجاوز مع مشروع معارضة إنسان كشخص إلى نظام، إلى مشروع مواجهة حضارية بين جهة تريد تحريف مسار الأمة وبين بيت يحمل الرسالة ويحمل إرث هذه الرسالة.